السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شيوات من المطبخ كنزل. ان شاء الله غادي نقدم لكم لي كوكلي مضغمرين ومحمرين، نرافقهم ان شاء الله بالسفه. ندوزوا على بركه الله المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو تقريبا عندي هنا واحد 6 ديال لي كوكلي صغار لي مغسولين مزيان ومرقدين في الملحه والحامض والسكنجبير ومقطرين. غادي نحتاجو تقريبا واحد 6 الفصوص ديال الثومه لي مطقوقين مع الملحه، ونحتاج واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه كبيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الكمون. وغادي نحتاج السمن الحار حسب الذوق. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، وواحد نص ضامه ديال الزعفران الحر. الا كان الزعفران الحر راه مزيان، الا ما كانش نستعملوا غير هذا الملون فقط للتلوين باش يجينا داك اللون. غادي نضيف عليهم واحد شويه الماء باش نخلط الشرموله ديالي، وغنضيف واحد نص حامضه معصوره، ونخلط هاد الشرموله اللي غادي نخلي منها واحد شويه باش نزيدو على البصله. ملي غادي ندير البصله نزيد على داك شويه الشرموله اللي خليت. ودابا غادي نبدا نشرمل لي كوكلي ديالنا، نحاول نشرملهم مزيان، نخليهم هاد التوابل اللي درنا ندخلهم مزيان في الجوانب باش يتشربوا مزيان. نحاول نجمع ليهم هذوك الرجيلات، ولا كان احسن الا بغيتو لما تجمعوش ليكم ممكن ديروا الخيط، جمعوهم بالخيط وتجمعوا حتى من الجوانح ديالهم ويبقاو لكم هكذا مجموعين. وهكذا حتى نكمل الكوكلي ديالي كلهم اللي عندي. من بعد غنجيب واحد بواسطه سكين او فرشيطه ونتقب الصدر ديالهم باش يدخل لهم التوابل مزيان، وباش ملي يكونوا يطيبوا تدخل لهم المرق مزيان ويطيب الصدر، يجي ما يجيش ناشف الصدر. من الاحسن نخليهم ليله كامله او ساعتين ثلاث سوايع على الاقل باش يتشربوا مزيان. غناخذوا الطنجره ديالنا اللي غنطيبوا فيها، وغندير واحد معلقه كبيره ديال الزبده او السمن المذوب، ماشي السمن الحار هو السمن المذوب، والزيت البلديه. وغادي نضيفوا لي كوكلي ديالنا، نشحروهم مزيان، نحاولوا نقلبهم على الجوانب باش يتشربوا لينا مزيان ويتشحروا. ودابا غادي نضيف عليهم واحد جوج بصلات كبار محكوكين، وغادي نضيف واحد ربيطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس، واحد نص حامضه مصيره، وديك الشرموله اللي خليت، وتقريبا واحد كاس ديال الماء. الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا. وهاد المنسمات كيف كتشوفوا غادي نجمعهم في واحد التوب اللي شفاف، وغادي نحزمهم وغنديرهم في المرق يطيبوا وتلقوا النسمه ديالهم. وغادي نضيف الكانصه اللي غنقطعها طريفات صغار، وغنزيد العنيقات، وغنزيد زيت المائده حيت ما ضفتش الزيت من الاول، خليتها الدجاج طاب شويه تشرب المرق مزيان، عاد ضفت زيت المائده. ومن بعد ما طاب الدجاج ديالنا غادي نحيدوه ونخليه وندوزو ونخليه الدغميره ديالنا تقلى. غنزيدو عليها الكبده اللي سلقناها مع ورقه سيدنا موسى وشويه الملحه وشويه الخل، ونزيد ايضا الزيتون اللي حتى هو سلقته، وغادي نخليو المرق ديالنا حتى يتشحر ويتدغمر كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو للسفه. بالنسبه للسفه هنا درت الكسكسو لي فورتو ثلاثه المرات، الفوره الاولى درت من
من الاول درت ليه الزيت ودرت ليه واحد كاس ديال الماء وخليته. من بعد فورته الفوره الاولى، الفوره الثانيه عاود زدت ليه الماء وزدت ليه ثاني الفوره الثالثه كيف كتشوفوا، وزدت ليه دابا واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وزدت ليه اللوز اللي مسلوق ومقلي ومطحون مع سكر كلاصي، وغنضيف تقريبا واحد ربعة او خمسة المعالق ديال الحليب المركز المحلى، وغنضيفو الكسكسو ومحطو سخون، وغادي نخلط الخليط ديالنا كيف كتشوفو، وغادي نضيفو غادي نديرو في اناء التقديم. انا قدمتو على هاد الشكل هذا، وانتم على حساب كيبقى على حساب الذوق ديالكم. هو الطبق ديالنا بالصحه والراحه كيف كتشوفوا، والتزيين كيبقى على حساب الذوق. وهي الدغميره ديالنا كتجي لذيذه ومعسله، وبالنسبه للي كوكلي راني قليتهم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك بالقناه، ومرحبا بكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.